السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا بصحة وسعادة وهنا على العمر كله. نبدأ حلقتنا ونقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشرف خلق الله. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقتنا الحلوة الجميلة، ان شاء الله تبقى حلوة. اللي قدامكم ده كل التفريزات اللي احنا عملناها مع بعض في الحلقات اللي فاتت. نبتدي كده واحدة واحدة ونشوف احنا عملنا ايه. ونجيب الصينية الحلوة بتاعتنا، ده تفريز البرتقال. بصي ما شاء الله، ده تفريز الفراولة، ده الموز، موز وبرتقال وفراولة اللي هو كوكتيل، ده عصير كوكتيل يا جماعة. وده البرتقال، بسم الله ما شاء الله. وده الموز والفراولة، وده كوكتيل يا جماعة، برتقال عفوا برتقال وموز وفراولة، ده عصير كوكتيل. ودي الفراولة بتاعتنا الحلوة الجميلة. الفراولة دي على فكرة ممكن اقول لك برضو معلومة، لو انت عايزة تعملي مربة فراولة هتطلعي كيس زي ده وتحطيه على النار مع السكر مع نص ليمونة، وهيبقى أحلى مربة فراولة. بتقطعيها عايزة تهرسيها بتبقى جميلة. برضو على فكرة البرتقال ما شاء الله بتعمل عصير، ممكن تطلعي برضو ده وتعمليه مربة برتقال، بتبقى جميلة جدا جدا بجد، حاجة في البيت حلوة انت اللي عاملاها. وادي الموز بالفراولة، هذا من الاخر. بصي عملنا تشكيلة جميلة من البيت ورخيصة، تعتبر مش غالية، احنا اللي عملناها في البيت، يعني حاجة غير مكلفة. لو جبتي من كل حاجة كيلو، هاتي كيلو واحد بس، يعني كيلو موز على كيلو فراولة على كيلو برتقال بجد، وعملتي منهم الاصناف دي هيبقى عندك عصير في البيت. وممكن تزودي برضو لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتو طيبين. كده احنا عملنا عصاير طبيعية ما فيهاش اي مواد حفظ، وحاجة جميلة في البيت ليكي ولأولادك وللعائلة. ويا رب دايما اشوفكم على خير. ما تنسوش اللايكات، اللايكات يا جماعة ده ببلاش، ما بيفوش اي جنيه، ما بتدفعيش حاجة، بس بتشجعيني ان انا اعمل حاجات تاني زيادة واحكي حكايات للاطفال. فانت اعملي اللايك، اللايك ده ما بتعملش اي حاجة، كل اللي انت بتعمليه بتدوسي على الزرار الاحمر على الجرس اللي هو ايه موجود باللون الاحمر بس، او دوسي على كلمة اشتراك. اشتراك دي ما بتدفعيش فيها اي حاجة، هي كل اللي فيها ان انا اول حاجة بتشجع واعمل لكم تاني كتير. دي حاجة. والحاجة التانية ان انت ما شاء الله لما بعمل حاجة بتنزلك على طول ان ده الحاجة دي اهي اتعملت من عند ايه، قناة الجديدة عند نصر، فبتنزل لك الحلقات اول باول، وكده بتعرف تعملي حاجتك على طول اول باول. فتشجعوني زي ما انا ايه بحب ان انا اعمل لكم حاجات جديدة. بس يا رب دايما اشوفكم على خير، واشوفكم يا رب دايما في كل جديد. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.